ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. إليك باسم. تحياتي إليك وإلى السادة المشاهدين من العالمين، حيث تستمر فعاليات مهرجان العالم عالمين، والذي يمتد لمدة 45 يوما وينتهي في 26 من أغسطس الجاري. هذا المهرجان الذي من المتوقع أن يصل عدد الزائرين إليه نحو 1,000,000 من الزائرين من مصر ومن العرب ومن دول أخرى، جاءت خصيصا لمتابعة هذا المهرجان وفعالياته، خصوصا وأن منها ما يكون تحت مظلة بعض الاتحادات الدولية لرياضات كالجي بادل وغيرها. العروض الجوية أيضا استطاعت أن تأتي بالمزيد من المتابعين لمحبي هذه العروض والألعاب المائية أيضا. أبرز الفعاليات التي نحن الآن بصددها والتي ستبدأ من الغد الخميس وتستمر حتى يوم السبت هو الحفل الساهر الكبير، الحفل الغنائي الذي يأتي فيه الفنانة ريهام عبد الحكيم والفنان الكبير مدحت صالح على أرينا العالمين، والتي يجري تجهيز الأرينا الآن بمؤثراتها السمعية والبصرية. أيضا يوم الجمعة لدينا حفل كبير يحيي الفنان حميد الشاعري، وحفل أيضا مصاحب له للفنان الكبير محمد منير. وتنتهي الفعاليات الغنائية لهذا الأسبوع يوم السبت وحفل غنائي ساهر للفنانة إليسا والفنان تامر عاشور. ومن الأمس أو منذ الأمس تقريبا والمدينة في حالة اكتظاظ نتيجة لتوافد العديد من الزوار الذين يأتون في أواخر الأسبوع لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا بالتزامن مع الفعاليات الغنائية التي قد يأتي البعض فقط يعني يحضر هذه الاحتفالات. سنوافيكم بمشيئة الله بأبرز وآخر الأخبار عن المهرجان وعن أحداثه وعن آراء المواطنين الذين يحضرون لهذا الاحتفال وهذه الأمسيات من مدينة العالمين ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمي. إليك. شكرا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العالمين الجديدة.